معنا من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي. حيدر أهلا بك، يعني ضعنا في صورة مزيد من التفاصيل حول هذا الخبر، طبعا إلقاء القبض على قاتل هشام الهاشمي، أيضا يعني ما هي التطورات الأمنية في هذا الإطار؟ يعني مروج واضح أن هناك جهد أمني انطلق منذ الساعات الأولى لاغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي. هذا الجهد الأمني قاد في النهاية إلى إلقاء القبض على هذا القاتل ومجموعته التي استقبل الشارع أخبار هذا الموضوع بطريقتين. الطريقة الأولى كان الاستقبال مرحبا بإلقاء القبض على هذا القاتل ليضع حد أو ليسدل الستار على قضية كان الجميع يتساءل لماذا لم تصل إلى حلها أو إلى خيوطها السلطات. أما الطريقة الأخرى التي استقبل بها الشارع هذا الحدث فهو طريقة التساؤل، من يقف وراء هذا القاتل؟ من يقف وراء هذه المجموعة؟ الاعترافات أغفلت أن من هي المجموعة أو من هي الجهة التي تقف خلف من يحركها هذا القاتل. هناك حديث بأن الحكومة تعرضت لضغوطات، من يحركها؟ هناك حديث عن أن الحكومة تعرضت لضغوط لحجب اعترافات القاتل عن الجهة التي تقف وراءها أو التي كلفته للقيام بهذه العملية. بعيدا عن هذه الأسئلة التي تثار الآن في مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات تثار في الشارع العراقي، المهم أن الجهد الأمني أوصل لمن قام بهذه العملية، وأنه بالفعل جهد تشكر عليه هذه القوات على اعتبار أن هشام الهاشمي يعتبر شخصية عامة ولا يعتبر شخصية اعتيادية تم اغتيالها. والجميع أيضا يأمل أن تكون هذه القضية بداية لتنفيذ اعتقالات وكشف خيوط قضايا أخرى طالت ناشطين وصحفيين ومفكرين في الشارع العراقي كانوا معارضين لسياسات معينة لإحدى دول الجوار. نعم، شكرا جزيلا لك من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي.